المرحلة اللي حضرتك تظهر بها اليوم على الشاشة هي مرحلة حاسمة وفاصلة في تاريخ العراق، كيف تقيم الوضع الإقليمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب. تحية لكم والمشاهدين الكرام. نعم، المنطقة تمر بظروف صعبة وحرجة، والعراق بذل ويبذل جهود دبلوماسية متعددة الأطراف، السيد رئيس الوزراء شخصيا، وزارة الخارجية وباقي الأجهزة الرسمية، للضغط على كل الأصدقاء والأشقاء ومن لديه القدرة على خفض التصعيد وإيقاف آلة الحرب. الليلة هي الذكرى السنوية الأولى لسبعة أكتوبر، وبالتالي أمام مجزرة شهدها العالم خلال فترة السنة الماضية، ولا بد من الوصول إلى وقف هذه الحرب التي دمرت وقتلت الأطفال والنساء والبنى التحتية في لبنان وفي غزة. محاولة التصعيد وجو المنطقة، أنا أعتقد إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ستكون العواقب وخيمة، ولهذا نطالب المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، وكل الدول التي لها تأثير على دولة الكيان لعدم اتساع نطاق الحرب وعدم جو المنطقة إلى ظرف صعب قد يندم عليه الجميع. وبالتالي الحكومة العراقية تسعى أن تبعد العراق عن أي شبح للدخول بأي سجالات عسكرية أو قتال، وإنما تعمل وفق ما طرحته المرجعية الدينية العليا بدعم القضية الفلسطينية والشعب اللبناني سياسيا وإغاثة، وكذلك إعلاميا ومن خلال الدبلوماسية وليس من خلال القتل والحروب. والنتيجة بنهاية الحرب سوف يجلسون، وندعو من البداية أن يجلسوا وتفاهموا بدل هذا الحرب والقتال. فنعتقد أن المنطق والعقل يدعونا للضغط على كل الأصدقاء من أجل الضغط على من بيده القرار لخفض التصعيد.